إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا، فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله المؤمنين، كان كلامنا في جمعة مضت على الاعتزاز بالإسلام، الاعتزاز بالإسلام، وذكرنا لضعفه دلائل وأمارات، يعني أن المسلم واجب عليه أن يكون معتزا بدينه وبإسلامه، ولكن هذا الاعتزاز قد يعرض له ما يضعفه ويصير اعتزازا مهتزا ضعيفا. والإنسان ما لم تكشف له العلامات على ضعف اعتزازه، قد يظن أو يتوهم أنه في قمة الاعتزاز بإسلامه وبدينه. وبما أن الموضوع كبير وكبير ويحتاج إلى كلام وكلام، جعلنا الكلام عليه في أكثر من خطبة، إحداها هذه الخطبة اتصالاً بذلكم الموضوع. نتناول اليوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا هو الحديث اللي غنتكلم عليه في خطبتنا هذه. أيها المسلمون، إن هذا الحديث لا يعبر عن الاعتزاز بالإسلام أبين تعبير، ويفصح عن هذا الأصل أبلغ إفصاح، ويعلن عنه أقوى إعلان، بمعنى أن الحقيقة بالإسلام تستقر في قلبك وتأخذ مكانها وتملأ قلبك وعرقك، وانت تريد أن تظهر ما هو مكتوب ومكنون في داخلك، لابد أن تظهره وأن تعلنه وأن تبينه. وقد ورد ترتيب هذا القول: هذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ورد ترتيبه ذكرا مسنونا في أوقات معينة وأحوال مبينة، والترغيب فيه تذكيرا بهذا المعنى. ترتب هذا الذكر أنك ماشي تقول مرة في عمرك، ولكن ورد أنه رتب في أوقات باش تبقى مرتبط بهذا الأصل، ويبقى هذا الأصل اللي هو الاعتزاز بالإسلام حاضرا في قلبك لا يغيب عنك. وخط عرض العوارض وتطرأ الطوارئ لضعف لك هذا الاعتزاز، كتكون يكون هذا الذكر وتعهده بين فينا وفينا والحين والحين، لابد يقوي لك اعتزاز بإيمانك.
ورد الترغيب فيه تذكيرا بهذا المعنى وتأكيدا له وتجديدا لعهده وترسيخا لروحه حتى يظل المسلم ذاكرا له مستحضرا إياه متشبثا به ثابتا عليه سالكا سبيله متبعا دليله. فروى أحمد ومسلم والترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق من الذوق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا رضي بقلبه، هذا رضي بقلبه، وهذا المعنى، هذا هو اللي عمر له الداخل ديالو والباطن ديالو، هذا يكون قد ذاق الإيمان وطعمه، رضي بالله ربا لا رب سواه، لا يلتفت إلى معبود، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يعبدوا معبودات وآلهة أخرى هو ليس له إلا الله رب واحد، رضي بالله ربا. وبالإسلام دينا، لو اجتمع الجن والإنس على مخالفة الإسلام وكل اختار دينا واختار ملة هو ما رضي إلا الإسلام دينا. ولو اجتمع الجن والإنس والعالمون على متاركة ومفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد تبع فيلسوف واحد تبع كذا وكل واحد من السبب، هو لم يرضى أستاذا وإماما وقدوة إلا رسول الله. ثلاثة نقص: رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ذاق طعم الإيمان. وروى الطبراني في الأوسط والديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الإيمان أن يقول، قبيل الحديث الأول رضي، هذا يقول، ذاك الرضا يبرزه يعلنه، أن يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، بحسبه من الإيمان. إذا طلبنا منه شي دليل يدلل على إيمانه، أكبر دليل ويكفيه هذا الدليل هو أن يقول هذا الكلام ولكن يكون مطابقا لما في قلبه. فإذا استقرت هذه المعاني في قلبه وثم هو رددها بلسانه وقيعلها، هذا حسبه من الإيمان وكافيه، وهذا الشيء يكفيه. علاش؟ لأنه ما كيكونش هذا الشيء مجرد كلام، هو كلام ولكن وراءه ما وراءه. وروى أبو نعيم في كتاب الصحابة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هي الحديث اللي غنذكرو متشابهة ولكن كان واحد الفرق في البداية ولا في النهاية، وكل شيء في المجموع كيدلنا على خطورة هذا الأصل، اعتزاز بالإسلام، وأن هذا الحديث والأشباه ديالو اللي تربطنا بهذا الأصل ماشي سهلة. قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، الحديث الأول بحسبه من الإيمان، هذا فيه رضي الله عنه، إذا أنت تقول هذا الشيء ومآمن به ومصدق ومخلصا، شنو الجزاء ديالك؟ رضي الله عنه. وباش تكون تحوز أنت رضا الله، ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا،
والعبره هنا ماشي جوج كلمات ولا ثلاثه تنطقهم في 10 الثواني وهالله تعالى رضى عنك، ولكن العبره انت كتعبر على هذا الاصل حتى شربته اقتنعت به ولكن تعلنه، فشنو جزاؤك من جنس عملك كما انت رضيت بالله تعالى، الله رضي عنك. وروى ابن ابي شيبه وعبد بن حميد وابو داود وغيرهم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجابت له الجنه. كاين اللي مبني مثلا بالغنى يغني ديك الاغنيه 20 مره في الصباح و 20 مره في المساء ولا يمل. احنا هذا ذكر تدي عليه الثواب وتدي عليه الاجر ويجدد لك ايمانك ويمسح عن ايمانك ما يتناثر عليه من غبار الغفله وغبار المعاصي، لما يبقى ايمانك صقيلا جديدا صافيا لامعا. قد نتكاسل عن هذا الذكر وقد نمله. نادى الحديث وجبت له الجنه رضي الله عنه، في روايه بحسبهم الايمان هذه جزاؤه او وجبت له الجنه. وفي روايه لاحمد ومسلمين وغيرهما هذا الحديث هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابا سعيد، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنه فعجب لها ابو سعيد. هذه الاشاره وهذه الكلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب لها، عجبته وفرحته، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدها علي يا رسول الله تلذذا. فأعادها، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه هذا الحديث: من رضي بالله، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. فهذه الأحاديث، هذه اللي ذكرنا في الخطبة الأولى، أطلقت القول، أطلقت قولها الكلام ولم تقيده بوقت، ما قالتش في الصباح ولا في المساء ولا بالليل ولا بالنهار، لا، فوقاش ما قلت، هذا هو أطلقت. لم تقيده بوقت ولا عدد ولا حال ولا مقام ليتهيأ للمسلم أن يقوله ما شاء، شحال بغى، متى شاء، فوقاش ما بغى، كلما وجد داعيه. الحاجه اللي غتفكروا باش يقول هذا الكلام، يقول كلما وجد داعيه او كلما وجد داعيه وقام مقتضيه فيزداد الايمان في قلبه انبعاثا وانفطاقا واشراقا واطلاقا، لمعان انتماع يلمع الايمان، ويزداد الى الله اقترابا وانسياقا، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم انجذابا واشتياقا، وبالإسلام اتصالا والتصاقا. ولا معنى للرضا بالشيء، لما تقول عن شيء رضيت به، لا معنى للرضا بالشيء إلا الاقتناع به وسرور القلب بتحصيله والاغتباط باستفادته. لما تكون تحصل لك ديك الحاجه كتكون فرحان وحاس براسك ما قدك حتى واحد، عندك واحد الحاجه عزيزه بزاف هي اقصى الاماني ديالك، واحد الامنيه اكبر امنيه حصلت لك. وابتلاء القلب والعين باستقراره. كل الإسلام عمر لك عينك وعمر لك قلبك. إذا جمعت
وجعلت ما في العالم الدنيا بكنوزها ومناصبها و و و و ديرها في جهه والاسلام في جهه، اشنو عندك انت افضل؟ اذا جمعنا بيناتهم خير الى خير. احنا ما نقولوش يا ودي هذه حرام وهذه حلال، اختار غير وحده، لا هذه حلال وهذا خير كثير. احنا نقولوا لك اذا تفرض عليك اختار هذه ولا هذه. الجمعة اللي أشرنا إليها، قوم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاللي عمر لك قلبك وعينك وتحس راسك أن داك الشيء اللي عندك ما كاين عند حد، هو هذا الإسلام، هو هذه المعاني اللي كنهضروا عليها. علاش؟ لأنها دائمة ومتصلة في حياتك وبعد موتك، لا تنقص وما كيفوتها تاريخ وما كتضيع أبدا. وهذا هو الاعتزاز. والاعتزاز صاحب المظهر ظهره، ولا مظهر للاعتزاز إلا الإعلان والإظهار. الإعلان والإظهار باش يعرفوك الناس، ماشي الرياء والمباهاة، لا لا، هذا شيء آخر. فلما يشوفك الناس انت تعتز بدينك فكأنك تدعوهم بحالك الى الدخول في دين الله، تعرف بالإسلام، والإسلام له أبهاء. الإعلان والإظهار والتنويه والإشهار والاستغناء به والاستظهار والزهد فيما عداه والإعراض عما سواه واحتقار ما دونه. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على أن تتشرب قلوبكم حقيقة الإيمان وروح الإسلام، لتفيض بعذب هذا الكلام في كل مقام. لما نقولوا تتشرب هذا الشيء وتعمر به وتمتلئ، ما كيبقاش داك الشيء محبوس ومحقور ومسجون في القلب، بل يجري ويفيض ويخرج على الألسنة، يفيض عذب هذا الكلام في كل مقام، توحيدا للملك العلام وترغيما لكل ملحد ضال. واجهدوا اجهدوا اجتهدوا أن يباشر الإيمان قلوبكم. مسألة مهمة، أن يباشر الإيمان قلوبكم، وأن لا يحلول بينه وبينها حائل. ما يكونش كيفصل بين الإيمان والقلب حتى شي فاصل، ولا يحجز شي حاجز، يكون من الإيمان والقلب مباشرة، ما بيناتهم حتى شي حاجة كائنا ما كان. فإن أي حائل وحاجز وفاصل ولو ضعف ورق ولطوف وبقى، كان هذا الحاجز نفاقا أو جهلا أو غفلة أو غير ذلك، فإنه يجعل الإيمان طافيا، يعني على وجه متسطحا، ماشي ذاك الإيمان المعمق، إيمان سطحي. إلى درت لغة هكذا تقلب بأوها سبب وبأضعف سبب، إيمان غير متجذر لا جذور له. والإيمان ينبغي أن يباشر القلوب ويطلق جذوره ووشائجه في أطباقها، فالبواطن ديالها الداخل، القلوب ديالنا يكون جذور الإيمان الداخل، ماشي الإيمان محطوط على قلوبنا من فوق. وتتشابك تتشابك عروق الإيمان في أعماقها، أعماق القلوب. نسأل الله تعالى واهب الهداية في النهاية وفي البداية، وملهم الرشاد ومفهم السداد، أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا، وينجينا من الردى ويقينا. آمين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المسلمون، كما وردت أحاديث بإطلاق هذا الذكر وغير تقييده، اللي قال رضيت بالله ربا فوقاش ما قالها، هذه وردت أحاديث هنا. كما وردت هذه الأحاديث بإطلاقه وغير تقييده، وردت أحاديث أخرى بتخصيصه بأوقات وأحوال وتحديده وحصره وتعديده. فمنها عند الأذان، إلا بغينا نقولوا الذكر هذا على نوعين، كاين واحد النوع منه فوقاش ما عجب نقولوا، حتى تقول مرة ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين في السوق ولا في المدرسة ولا في الطبيب ولا في الدار، المهم تقول هذا الكلام برا وبحر. وكاين واحد النوع ديال الذكر هذا نفسه، حتى إذا حصل لك غفلات في ذيك الأمور الأخرى فلا تغفلن عند هذه الأحوال وفي هذه الأماكن هذه كيصبح كأنه يتأكد إلا غفلت عليه هناك ما تغفلش عنه هنا. فروى أحمد ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له. تحرص أنت ما يكون المؤذن، تقول ما يقول وثم تقول هذا الكلام: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، أو أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له. وروى نحوه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث. ومنها من أماكن بعد الصلاة، فروى السجزي واحد العالم من علماء الفرس كبير في كتاب الإبانة عن الزبير رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ الرجل من صلاته فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، كان حقا على الله أن يرضيه. الحديث هذا نفسه فيه بعض كلام العلماء، ولكن المعنى ديالو العام معنى صحيح لا غبار عليه، لا من العلماء في السند الحديث واش الرجال ديالو ضعاف ولا، هذا بيه بعد الصلاة هذا الذكر ماشي من لواحقها أو توابعها أو السنن المؤكدة اللي كتكملها، لا، ولكن ذكر مشروع في الجملة. ورد هذا الأثر يستأنس به في هذا المقام بعد الصلاة. ومنها عند الصباح أو عند المساء أو عندهما معا، فروى الخطيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضي الله عنه. وهذا المعنى ماشي سهل، إنسان كينعس ويغيب عن الدنيا ويودع هذا العالم، وباش يفتح عينيه ويرجع إلى الحياة ويرجع إلى هذا العالم كاين واحد الأذكار عند الاستيقاظ من النوم كيقولها، ومن جملة ما كيقول أول ما يفتتح به الدنيا ديالو الحياة ديالو اليومية من جملة ما يفتتح به هذا الذكر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضي الله عنه. وروى الطبراني عن المنذر الأسلمي
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بإفريقية، هذا الصحابي هاجم من بعد النبي، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم لآخذ بيده حتى أدخله الجنة. هذا الصحابي اسمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، كل صحابي حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بصيغته، وكانوا كحفظوا والحفظ عنهم دقيق، وكل واحد أدى الحديث ورواه كما سمعه بلا زيادة ولا نقصان. في هذا الحديث اللي يقول هكذا حين يصبح النبي قال لك أنا الضامن، أنا الزعيم، يوم القيامة نشد باليد ديالو ماشي نوري القلورة الجنة فين هي، لا نشد بيدي آخذ بيده حتى أدخله الجنة. علاش؟ هذا السيد عاش في الدنيا راضيا بالله، راضيا بالإسلام، راضيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عاش في هذا الرضا حياته كلها وعمره كله الجزاء دياله هو هذا. وروى ابن أبي شيبة عن عطاء المرسلة من قال حين يمسي رضيت بالله ربا، هذا حين يصبح، هذا حين يمسي، من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فقد أصاب حقيقة الإيمان، فقد أصاب حقيقة الإيمان. وروى جماعة من العلماء عن رجلين، رجل في الزمان ديال الصحابة كانوا باقي الصحابة كانوا كاينين التابعين، واحد الرجل كان في مسجد حمص، واحد دايز قالوا له هذاك الرجل اللي كاين دايز ياه، قالوا هذا كان كيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان من الخدام رسول الله، كان من الناس اللي ملازمين النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاختصاصين به، مختصين به يطلعون على الأسرار. وعلى مشى هو الرجل اللي عنده كيجري، قال له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال، شي حديث عمرك ما حدثت به وما كاينش عند الناس الا عندك انت، وانا خصني نسمعوا منك ما بيني وبين رسول الله الا انت. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يقول اذا اصبح ثلاثا وثلاثا اذا امسى رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا الا كان حقا على الله عز وجل ان يرضيه يوم القيامه، يبقى يعطيه الله تعالى في الثواب وفي الجزاء ويعطيه ذاك الشيء اللي بغى، حتى يقول يا ربي اكتفيت ورضيت صافي راك خلصني مليح، كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه. فبان بان من مجموع هذه الروايات والطرق ان لهذا الذكر فضلا عظيما وقدرا كبيرا، وهو عنوان اعتزاز المسلم باسلامه وترجمان اغتباط المؤمن بايمانه ودليل احتفاء الموحد بدينه واعتقاده. فاسأل الله تعالى الكريم المنان أن يذيقنا حلاوة الإيمان ولذة العرفان ونور الإيقان. هذه المعاني أيها المسلمون احنا في زماننا محتاجين لها بزاف، زماننا يموج بالفتن موجا، الأمواج ديال الفتن وحدة غادية وحدة جاية، والشباب اللي على الطالع جديد هو اللي كيواجه الفتن. احنا الناس الكبارين عندهم واحد ما يحصنهم، عاشوا على الفطره في زمانهم ما كانش هاد الشبهات، دابا واخا كتجي ما تدي منهم والو، لكن الشاب اللي كيكون باقي طري كالغصني بحال داك القاضي، الى عوجتها كيتعوج، الى عوجتها كيتعوج، الراجل كبير بحال هاد العمود اللي في يدي الى مشيت تلويه ما يتلوى، عقيده الى عوجه غيبقى عليها، والى صحيحه غيبقى عليها،
الشبهات معناها ما سدي منه. لكن الشباب اللي باقي طالع جديد هو ضحيه لهذ الشبهات. الى ما عبأناش وما عرفش الدين ديالو وما ارتبطش بهذه الاصول وما كانش هذه الاصول هي اللي شاده، راه غادي يكون هلك مع الهالكين ومشى مع الكافرين، وغادي يكون لنا نحن ايضا وعلينا تبعه ومسؤوليه. علاش؟ احنا ما بلغنا لهم، ما وريناهم، ما علمناهم. فاللهم انا نسالك ان تحمينا وان تحفظنا وان تحرسنا وتثبتنا وتعصمنا مما يبعد عنك ويقطع عنك. اللهم انا نسالك ان تهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اكرم لابائنا واجدادنا واشياخنا ولمن له الحق علينا ولعامه المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم بدل حالهم من سوء حالهم الى احسن حال. اللهم استر عوراتهم، اللهم امن روعاتهم، اللهم فرج كروباتهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انا نسالك ان تنصر المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي غيرها من بلدان المسلمين، واينما وجد المسلمون، اينما وجد مسلم في محنه وفي بليه سمعنا عنه او لم نسمع. اللهم انا نسالك ان تفرج كروباتهم، اللهم انا نسالك ان تفرج كروباتهم، اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم انا نسالك ان تكسر شوكه الكافرين، وتكسر شوكه الظالمين، وتكسر شوكه المعتدين، وتكسر شوكه الغاصبين. اللهم انا نسالك ان ترحم بعبادك، اللهم ارحم عبادك والطف بهم وكن لهم وليا ونصيرا. حرسنا واياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا واياهم بكلافك الذي لا يضاد، انك ذو الجلال والاكرام. اللهم نسالك ان تولي العنايه والهدايه والتوفيق والسداد والثبات امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس. اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. احي به وعلى يديه السنه، وأمت به وعلى يديه البدعة، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمون. اللهم أقر عينه بولي عهده الأمير المولى الحسن، وأنبته نباتا حسنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اكفهم ما أهمهم، اللهم اكفهم ما أهمهم. لا رب لهم سواك، لا رب لهم سواك، لا مدبر لهم سواك، يا جابر الكسر، يا جابر القصر. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وإياهم وتعافينا وإياهم وتمتعنا بأصناعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، وحد الشاب تمس دعوة صالحة بالنجاح فيما هو مقبل عليه والتوفيق فيما هو مهتم به. اللهم بلغه أمنيته وحقق له رجاءه وأعينه وافتح له وبه وعليه. اللهم يسر أمره وأصلح حاله ظاهرا وباطنا، ويسر عليه كل عسير، وسهل عليه كل صعب، وقرب له وعليه وعلى ابناء المسلمين اجمعين كل بعيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، وعلى الازواج الطيبات الطاهرات امهات المؤمنين، وعلى الصحابه الكرام اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.